هي ما بتبقاش كده. انت عارف يا خالد ايه مشكله علاقه البنت بابوها؟ هي علاقه خاصه جدا، يعني البنت مع الاسف بتبقى مستنيه من ابوها ده انه يبقى سوبرمان، يعني ما بيغلطش، ما بيحسش، ما بيعملش حاجه غلط، لازم يبقى رجل خارق. وان الحقيقي مش كده، الحقيقي ان الاب بني ادم ممكن يضعف ويحب ويغلط زي اي حد. تكلمي عني انا ونادين؟ ايوه، انا بتكلم عن علاقه البنت بابوها بشكل عام، ان قد ايه لو هي مش متينه ومظبوطه ممكن تاثر بعدين على اختياراتها لما تكبر، فانت لازم تخلي بالك. افتكرتك هتطمنيني. يا خالد ما انا اسهل حاجه في الدنيا اقول لك عادي ودول عيال صغيرين ومفيش مشكله، بس الحقيقه انه لا، انا بنت وكنت قد بنتك اكيد، وعارفه قد ايه الاب ممكن يبوظ حياه بنته، عشان كده بقول لك اتكلم معاها، افتح لها قلبك، فهمها براحه، قول لها انك مش هتعرف تبقى سوبرمان بس هتعرف دايما تكون موجود. فاهم قصدي؟ فاهمك. المشكله النهارده كنا مبسوطين جدا واحنا بنتكلم ونهزر ونضحك، حتى علقت على الخبطه دي، قالت شكلك باد بوي كول. يبقى هي بتحب الباد بويز. معقوله؟ يعني دي حاجه تطمن؟ الصراحه لا، بس على الاقل فهمنا بتفكر ازاي فنقدر نوجهها بعدين. تحبوا الباد بويز انتوا؟ اكيد لا، يعني مفيش حد بيحب الشرير عشان شرير، يعني البنات مش هتحب الباد بويز لشخصهم، شكلهم ولا شكله، بس هما بيبقاهم دخله كده وصاحبه مختلفه، فالواحد ما بيفكرش خالص، فبيجي الخازوق فجاه. يعني بتحبوا اللي يتعبكم مش كده؟ نستاهل احنا صح؟ بصراحه اه. المشكله ان انا اول مره في حياتي اتسحب السحبه دي، وده يرجعنا لايه بقى؟ لعلاقه البنت بابوها، ان هي لو مش قويه هتدور على الامان في مكان غلط. ما ينفعش البنت تسيب نفسها الا لما تحس بالامان. والامان ده بيلاقوه ازاي بقى يا دكتور خالد؟ فكرتيني لما نادين كانت تتعلم تركب عجل، كان يا اما تجري بسرعه يا اما تقف. انت فكرتيني بيها. انا عامله زيها بالظبط، يا بجري بسرعه يا بقف خالص. عرفنا المشكله فين. اه بس مش عارفه احلها ازاي. طب انت عملت ايه مع نادين؟ سندتها من ضهرها ومشيت معاها بشويش شويش لغايه ما اتعودت ومشي. متهيألي انا لازم اروح اطمن على ماما.